بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للرسائل النصية والواتساب فقط 0501-785-5536. على بركة الله نبدأ بهذا السؤال الذي يسأل عن الوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان من خلال قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فالله تعالى يأمر في هذه الآية فيقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاة الأمور وغيرهم ممن صدر بينكم وبينهم معاهدة، فالواجب الوفاء لهم وإن كانوا على غير دينكم، فهذا يدخل في شأن السياسة الشرعية التي تكون بين الراعي والرعية وبين المسلمين وغيرهم من أهل الملل. إذا صدر بينهم معاهدة فالواجب على المسلمين أن يفوا بالعهد، لأجل أنه عهد الله جل وعلا. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فلا يكون من المسلمين خيانة ولا غدر، وإنما وفاء وعدل، فهذا هو دين الإسلام مع المسلمين ومع غيرهم ممن يكون بينهم معاهدات. فالواجب على المسلمين الوفاء بالعهد وما يقتضيه، وهذا من السياسة الشرعية والذي تقوم عليه مصالح الناس من مسلمين وغير مسلمين، احتراما لعهد الله أضافه لنفسه. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، فسماه يمينا، سمى العهد يمينا، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توثيقها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، فالله سبحانه كفيل على المسلمين بما صدر بينهم وبين غيرهم من العهود والمواثيق أن يحترموها وأن يوفوا بها ولا يخونوا ولا يغدروا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الكفالة من الله سبحانه وتعالى أنه رقيب على عباده وتصرفاتهم ونياتهم ومقاصدهم، إن الله يعلم ما تفعلون، ما تفعلون في عهودكم ومواثيقكم مع الناس من المسلمين وغيرهم.
احتراما لعهد الله سبحانه وتعالى واليمين التي صدرت بينهم وبين غيرهم، فهذا فيه احترام العهود والمواثيق والمعاقدات التي تكون بين المسلمين وغيرهم جماعات وأفرادا. والله جل وعلا رقيب على عباده فيما يحصل منهم نحو هذه المعاهدات من وفاء أو خيانة أو نقض للعهد، الله كفيل عليهم. قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فمهما تكتمتم وأسررتم فإن الله يعلم ذلك، لا يخفى عليه خافية، وسيحاسبكم عليه. نعم نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. أيضا سؤاله الآخر يقول بالنسبة لهذه الآية وأوفوا بعهد الله، الآية يقول هل هناك ترابط وتداخل أيضا وتشابه مع الآية التالية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا؟ هذه الآية في شأن وقعة الأحزاب التي حصلت على المسلمين، تألب عليهم الأحزاب، تجمعوا عليهم للقضاء عليهم، حصل على المسلمين مضايقة وشدة، فالمسلمون واثقون بالله سبحانه وتعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا شأن المنافقين، عند الشدائد يبين النفاق ويبين الكذب في العهود والمواثيق ويبين الوفاء ويبين الصدق عند الشدائد والملمات. ثم كانت النتيجة والحمد لله أن الله فرج عن المسلمين ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه نتيجة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، عاقبتها حميدة. فالصدق من جات كما في الأثر، الصدق من جات، وأما الكذب فإنه مهلكة. وهذا فيه تعظيم العهود والمواثيق حتى ولو كانت بين المسلمين وغير المسلمين من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، فالمسلمون يحترمون العهود والمواثيق ويوفون بها ولا ينقضونها. ذلك مقتضى الإيمان ومقتضى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة والحمد لله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم من اليهود الذين خانوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عاهدوه على الدفاع عن المدينة من قصدها، ولكنهم خانوا وانضموا إلى العدو، فالله جل وعلا بطش بهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبر، فإن الله جل وعلا فتحها للمسلمين وجعلها ملكا للمسلمين، وصار اليهود يعملون بها تحت إمرة المسلمين. هذه نتائج الصدق ونتائج الوفاء بالعهود، والله جل وعلا رقيب على الجميع. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. وأيضا لازلنا نرحب بكم مستمعين الكرام على جوال البرنامج 0501-785-5536. أنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل النفاق له درجات، وما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ الفرق واضح، النفاق الأصغر هو الرياء والسمعة التي تكون عند بعض الناس، يراؤون الناس ويطلبون السمعة، فالله جل وعلا يعلم مقاصدهم ويراقب تصرفاتهم وأحوالهم ويجازيهم على ذلك بالعدل الرباني، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل أبو عمر: هل المبالغة في مدح وحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غلو؟ نعم، لا يجوز الغلو. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي. نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الواجب الاعتدال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو في حقه ومن غير جفاء في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله. يسأل بارك الله فيكم أبو مساعد من حائل، يقول: عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية. يسأل بارك الله فيكم عن معنى هذه الآية. معناها واضح، تعجيز آلهة المشركين التي يعبدون من الأصنام والأحجار والأشجار والجن والإنس، عجزهم سبحانه وتعالى ويبطل رأي عملائهم فيهم، ويتحداهم لن يخلقوا ذبابا. ذباب هذا الحجرة الصغيرة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع العالم كله بحكمائه وصناعه وحذاقه على أن يخلقوا ذبابا لم يستطيعوا، ولو أن الذباب أخذ منهم شيئا لم يستطيعوا أن يستردوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، هذا فيه إبطال للشرك بالله عز وجل، وإبطال للعقائد الباطلة والغلو في المخلوقين، وأنهم مخلوقون لا يملكون من الأمر شيء إلا ما ملكهم الله إياه وأقدرهم عليه. نعم نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذا السؤال من أحمد من الرياض، يسأل عن شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. لفظ الحديث: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي حديث آخر يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم،
يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وليس من أسماء الله الدهر، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم عن الله أنا الدهر بينها بقوله أقلب الليل والنهار. فما يحصل في هذا الكون وهذا الدهر إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى من خير أو شر. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يجزع ولا يسخط ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لكن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم. المستمع محمد يقول والمشاهد يقول: إن الذين، في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، وهناك آية أخرى تقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما هو التوافق بين هاتين الآيتين؟ ليس بينهما اختلاف، ولله الحمد أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، يقول الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله ما أوحاه الله إليه. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر عبر جوال البرنامج يقول: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها، فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟ إذا كان يؤجرها فالزكاة تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما أصل الدار التي لا ينويها للبيع فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها. أما إذا نواها للبيع وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة فتقوم بما تساويه وتخرج زكاتها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل بعث بهذا الحديث يسأل ويستفسر عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. يقول: ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث العدل من الله سبحانه وتعالى مع عباده، وأنه العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها، لم يتمكن من عملها، تكتب له حسنة بحسب نيته، وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله. وأما السيئة فهي هي، لا يزاد فيها، لا يزاد في السيئات، وإنما تغلظ السيئة، تغلظ في المكان الفاضل كالحرم، والوقت الفاضل كالأشهر الحرم، تغلظ السيئة في الوقت، تغلظ في الوقت الفاضل والمكان الفاضل، وهي سيئة واحدة لكنها تغلظ ولا تضاعف. نعم،
نعم بارك الله فيكم. أبو هشام من الرياض يسأل عن مفهوم الرياء والسمعة وخاصة في أعمال الطاعة وخطرها على المسلم. الرياء لما يرى من الأعمال، كان يصلي ويحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا هو الرياء، يرائي الناس. قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال، كان يحسن صوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس ويجتمعوا عليه ونحو ذلك من المقاصد السيئة، الله لا يخفى عليه شيء. فالحسنة تضاعف والسيئة تغلظ ولا تضاعف، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فإنه جل وعلا لا يحملهم ما لم يفعلوه أو ما لم ينووه ويقصدوه أو ما أخطأوا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه لا يكتب الله فيها، هذه الأشياء لا يكتب الله على العبد فيها إثما، لأنه ليس له فيها أي تأثير، وإنما جرت عليه بقضاء الله وقدره. والله جل وعلا عفى عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رحمة منه بهم سبحانه وتعالى. نعم. أبو عبد القدوس من الجوف بارك الله فيكم يسأل ويقول: ما هو القول الشرعي والصحيح في أسماء الله وصفاته؟ القول الشرعي والواجب إثباتها لله عز وجل، نثبت لله ما أثبت لنفسه ونصفه ونسميه بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نثبته كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالممثلة هؤلاء ضالون في أسماء الله وصفاته، لأنهم قاسوا الله بخلقه وشبهوه بخلقه. والمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته كذلك ضالون ومنحرفون في أسماء الله وصفاته. فالواجب فيها إثباتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو هيثم من الجبيل يقول: ما هي شروط الشفاعة يوم القيامة؟ وهل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هل له شفاعة خاصة به؟ نعم، شروط لها شرطان: أن يأذن الله بها، أن يأذن الله لمن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهو المسلم، المسلم الذي استحق التعذيب على خطيئة فعلها. فإذا أذن الله لمن يشفع فيه من أهل الإيمان فإنه يقبل شفاعته سبحانه وتعالى،
رحمة بالمشفوع له وإكراما للشافع. نعم. نعم بارك الله فيكم. أبو سلطان من الرياض يسأل ويقول: من عليه دين قد يكون يسير، هل يجوز له أن يحج؟ إذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين وللحج فإنه يحج، أما إذا كان المال الذي عنده لا يتسع إلا لأحدهما، إما الحج وإما الدين، فإنه يقدم الدين ولا يحج، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى؟ ينهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى ما بأيدي المشركين من زهرة الدنيا التي أعطاهم الله إياها، ليستدرجهم بذلك ويعاقبهم عليها، فهي استدراج من الله عز وجل. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم بارك الله فيكم. في قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كيف يظلم المسلم نفسه؟ نعم، يظلم نفسه بأن يعرضها للعذاب وغضب الله سبحانه وتعالى، فهو ظلم نفسه، يعني وضعها في موضع لا يليق بها، والواجب أن يرفع نفسه وأن يعمل لها. قد أفلح من ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد يهين نفسه ويعرضها لغضب الله بفعل المعاصي والسيئات والمخالفات، والمؤمن يرفع نفسه بطاعة الله وتزكية نفسه بالطاعات، تطهير نفسه من الآثام. هذا هو شأن المسلم مع نفسه. نعم بارك الله فيكم. سالم محمد من الجوف يقول: كيف نتخلص من التشاحن والتباغض، وما معنى قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا؟ نعم، ما في شك أن المسلم موقفه عند هذه الأمور أن يرفع نفسه عن المهاترات وعن السباب والشتم، ويحترم نفسه ولا يجهل مع الجاهلين، بل عليه أن يرفع نفسه عن هذه المواطن السيئة والمواقف الحرجة، يرفع نفسه بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله، ولا يهين نفسه بالمعاصي والسيئات والملذات المحرمة. بعض الناس يرى أنه يكرم نفسه بالشهوات المحرمة والملذات المحرمة، وهو في الواقع أهان نفسه ودنسها بالمعاصي والسيئات، وإنما رفعها بطاعة الله والابتعاد عن الآثام وعن أسباب العقوبات. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد الباسط محمد من الجبيل يقول: ما هو تعريف النميمة في الإسلام، وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتان؟
لا يدخل الجنة نمام، هذا لفظ الحديث فيما أعلم، وهذا وعيد، هذا وعيد شديد، ليس معناه أنه يحرم من الجنة نهائيا، ولكن معناه الوعيد والزجر، وقيل معناه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وليتأخر دخوله ويعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة. فالمسلم يرفع نفسه ويعمل لها ما يكرمها عند الله عز وجل، وما تكون عاقبته حميدة، ولا يهين نفسه في مع الجهال ومع أرباب الشهوات المحرمة، وإنما يرفع نفسه ولا يجالس أهل السوء، وإنما يجالس الصالحين والطيبين الذين يذكرونه بالله عز وجل، يختار الجلساء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يسأل عن كثير الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، هل يخرج هذا الحالف بغير الله من الملة؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يكثر من الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، أما حلاف يعني كثير الحلف، وإنما يعظم اليمين ويحترمها. قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا، وقيل معناه إذا حلفتم فكفروا عن أيمانكم. فيحترم اليمين بالله عز وجل ويعظمها، وإذا حصل أنه أخطأ في اليمين خطأ يوجب عليه الكفارة فليبادر بالكفارة. نعم نعم بارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت أيضا إلى البرنامج من أحد الأخوة، يسأل يقول: هل يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ نعم، في كل صلاة الاستفتاح في كل صلاة، ولكن إذا خشي من فوات الصلاة على الجنازة والإسراع بالصلاة فإنه يقتصر على التكبير، بعد التكبيرة الأولى يستفتح، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. نعم أحسن الله إليكم. إنسان مريض ويرقد على السرير الأبيض، فهل يجوز أن يصلي على حسب اتجاه سريره حتى لو كان على غير القبلة؟ لا يصلي إلى غير القبلة إلا إذا عجز عن الاتجاه إلى القبلة، إذا عجز. الله جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذا عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي إلى الجهة التي يستطيع أن يصلي إليها. نعم أحسن الله إليكم. هل للمريض أن يقصر ويجمع وهو في المستشفى؟ الجمع نعم يجوز له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع، وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر، لا يجوز إلا في السفر، فيجوز الجمع والقصر في السفر، وأما في الحضر إنما يجوز الجمع إذا احتاج إليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: من نسي سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد خروجه من المسجد تقريبا بعشر دقائق، هل له أن يعود مرة أخرى إلى المسجد ويصلي سجود السهو؟
يسقط عنه في هذه الحالة، إذا نسيه وفارق المسجد وخرج فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. محمد سالمين يقول: هل عند كل صلاة أنوي وأقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر أو الظهر أو المغرب؟ هذا لا يجوز، التلفظ بالنية لا يجوز، النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، وإنما ينوي بقلبه ولا يتلفظ بذلك. نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، نويت نويت. الله يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلا تتلفظ بالنية يا أخي، الله يعلمها. نعم. نعم. أيضا سؤاله الآخر نختم به أيضا هذه الحلقة، عن أيضا نيته بالصلاة بالصيام تلفظا. ولا يتلفظ بالنية في الصيام، النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ صالح، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يمتعك بالصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وكان ضيف الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، وهذه تحية من الزملاء خاصة في تلفزيون الطائف وكذلك هنا، ومن الزميل المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.